انا في رايي هل مرتضى منصور اخطا؟ لا، مرتضى منصور اخطا. يعني احنا بنتكلم مع بعض، في خطا موجود؟ لا، في خطا موجود. في النهارده اهانه لعناصر مهمه جدا في اللعبه حصلت في اكتر من موقف، صح ولا لا؟ يعني الخطا موجود. اللي مخلي الناس مستغربه قوي حاجتين، هو ليه ما كانش بيحصل حاجه قبل كده ودلوقتي في رد فعل؟ والتوقيت ليه دلوقتي؟ التايمينج دلوقتي، ده التساؤل الكبير اللي موجود عند الناس. لكن الخطا موجود، في غلط. مع النهارده انت بتتكلم على راجل قال على رئيس الاتحاد الدولي ان هو اقرا، مفيش حد بيقول كده على 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 حد، ان هو قال على حسن مصطفى كلب، قال كده في التلفزيون. يعني الكلام اتقال، في خطا حصل. قال النهارده في حاجات مش شكاوى، خلينا بس ما نعيدش الالفاظ. يعني ماشي، قال بوشيلو كلب، هو قال كده في التلفزيون. يعني الراجل قال كده في التلفزيون. تتكلم ان الراجل طالع في التلفزيون بيقول انا اديت اوامر للعيبه انها تضرب الحكام بالقلم. في خطا في لكن هل، وده السؤال انا بساله لك، هل السكوت عن الخطا خلى الناس خلاص بقى ده عادي؟ خلى السكوت عن الخطا في الماضي خلى الناس تقول ان ده عادي؟ ايه المشكله؟ ما خلاص ده عادي. ولا هل التوقيت بتاع خروج القرار هو اللي مجنن الناس؟ خبك الزملكاوي، خلينا نتكلم من الزملكاوي. لو انت تابعت ردود افعال الزملكاوي على السوشيال ميديا او في كل الاماكن الموجوده، طب ليه دلوقتي؟ اشمعنى قبل وانت داخل تلعب بطوله افريقيا ابطال الدوري؟ انت عاملهم ريليتد ببعض الاثنين يعني؟ انا بالنسبه لي ريليتد. اقول لك ليه؟ مش عشان هم عايزين يفشلوا الزمالك، هم خلقتهم مع مرتضى. يعني ايه؟ اللجنه الاولمبيه والناس اللي متخانقه مع مرتضى، اول حاجه مرتضى اكبر خطا عمله، اكبر خطا اتعلمناه في الحياه، ان انت ما تتخانقش مع كذا حد جامد في نفس الوقت. ده اتعلمناه. النهارده انا لو بتخانق مع سيف جامد، ما اروحش اتخانق مع حازم كمان واتخانق مع بتاع. ده الخطا الكبير اللي مرتضى عمله، ان هو اتخانق مع اربع خمس جهات مختلفه في نفس الوقت، فكلهم اتكتلوا عليه وصبوا في حته واحده. فين الحته اللي نوجعوا منها؟ اللجنه الاولمبيه، الميثاق الاولمبي اللي انت اخترقته، صح؟ دي الحته اللي هم اشتغلوا عليها. انا تفسيري للموقف في التوقيت ان ده الوقت اللي اضرب فيه مرتضى، لان مرتضى لو كسب بطوله افريقيا مفيش بني ادم في مصر هيعرف يكلمه، مش في مصر، مفيش بني ادم، مفيش حد يعرف ياخد قرار ضده الا الناس الكبيره بقى، الناس كبيره في الدوله. يعني ده التوقيت اللي متاخد، انما انا ممكن اخد قرار النهارده فالقرار ده ملوش علاقه بقى. انا بقى يعني انت كنت مع تاخير القرار؟ بص يا سيف، انا مع ان اي حد غلط لازم يتحاسب. انا ايا كان مين، حتى لو رئيس نادي الزمالك، رئيس نادي الاهلي، رئيس اي غلط، لازم النهارده يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه حساب موجود قدامه. لكن السؤال الكبير يا سيف، انت النهارده كل يوم بتيجي الاشاره حمراء قدامك وبتروح باصص يمينك وشمالك وتعدي، ومحدش بيحاسبك. قعدت كده بقالك سنين، 10 سنين اشاره حمراء وبتعدي، محدش بيحاسبك. انت عايز تقول ايه؟ دوختني. لا انا بقول لك الحقيقه، السؤال المشكله الكبيره ليه دلوقتي؟ يعني انت متفق على القرار ومعترض على الوقت، ومعترض على التوقيت. معترض على التوقيت. معترض على التوقيت.